بابا فيش تفرج برب فيش نتفرج فيش نتفرج سبايدر مان فيش نتفرج هذا يا سيدي برنامج وثائقي على البهايم يو علاش تفرج على البهايم يا اخي ما تعرفش البهايم شنو منع والله هاو قداش عمري توا والله يا زياد يا ولدي قد التونا فهمت مال البهايم البهيم بابا بهيم علاش بهيم خاطرو بهيم اي 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 ريتش مره بهيم يمشي وحده في الكياس ما تلقى راجل وراه يضرب فيه خاطرو بهيم اي واش يرحم فم في هالكلام اللي قلته اللي بهيم يقعد طول عمره بهيم انت شوف انا ريتش مره في حياتك بهيم فهمني ولا خلى الماء ما يمشيش انا نعرف بهيم يخليه في الماء يمشي يخليه في الضوء يمشي وما يقراش بهيم فهمتني قوم حل الباب يا بهيم عسلامه عسلامه شنو حوالك مرحبا بك تفضل تفضل ارتاح مرحبا مرحبا زرتنا البرك تفضل تفضل جيت في وقتك والله العظيم مرحبا بك مدام نوال مادموزيل شيف بعثتني لا سوسيتي وي شيف مادموزيل 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 زياد قوم جيب المبسس زياد رجل خالتي مريض شوية أنا لاهي به عمره 80 سنة مش تشوفه كيكا صغير في اللي عمره كتر عمره عنده زهايمر الحمد لله أنا بيدي مادموزيل معتها ما زلت ما إن شاء الله نلقى بنت لحنانة وانا حب ان شاء الله ان شاء الله حب ناخذ من العالم العربي بيسير كي نلقى ناخذ انت ايش باش طيب ايش باش طيب لي ان شاء الله ان شاء الله شوربه بلسان الطير شوربه بلسان الطير اوه طير الحمام ود القمري ايه طير وشنو هي اخر وما عندنا سياب الدجاج وما عندنا سياب الدجاج دخلتي قلبي والله كي الشوربه هبط هكا هاي نمشيو للكوجينه نمشيو 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 الشف شعفو الشف جعفور الشف جعفور نوال كمون ديغاج ما تتصورش قداش فرحان اللي جيت في وقتك يا حبيبي قال المصري والله شكرا انت قلت لي اهم حاجة انت يعني الطيب مليح بعدك مش لازم نركز معك شوية انا باش نتلفت هيك وانت احكي على الشربة مكاش مشكلة احكي لنا على الشربة نحكي لك لازم تشوفني كيش نطيبها شنو نحطو في الشربة متاعنا احنا نبداو نحطو لحم يتقلى اي بعد لي ليغوم هي اون جينيرال لي ليغوم كاين اللي يرحيوهم انا حبيت نخلي لي ليغوم باسكو على بالك بلي سي تري بون فور لا سونتي اي وفي رمضان الناس ما ياكلوش بزاف تو سكي ليغوم صحيح مالا حبيت نخليهم حبات حبات هك باش تكون جوغ اون سوب ازياتيك ازياتيك اي اي صحيح بي دونك عندنا السفناريه زروديه زروديه عندنا القرعه قرع اللي هي قرع وعندنا البواشيش حميصه حميصه عندنا البصل حشيش مقطفه حشيش عندنا الحشيش في وسط الشوربه نحطوا الحشيش وي ان شاء الله ربي قدر الخير وعندنا الزبده فوالا حبه حنايا نستعملوا السمن نعملوا السمن واللحم شويه زيت اي لسان الطير لسان الطير هذه اسمه لسان الطير احنا في تونس نقولوا لسان العصفور سبحان الله ما نختلفوش يعني احنا خيوه خيوه نبداو تويكه بالشوربه نتاعنا شنو تستحق انا طلبت لك طني ديجا القدره اللي ندير فيها القدره تحب هذه لا لا هذه هلا اشترينا بالمصروف هذه القدره كبيره شويه ها طيب لك شويه مساحت اوكي وانت الشوربه طيب شويه لا نطيبو كيما تحب انت تدخل لي عليه نعملو ان شاء الله تحب لك تزيد ها سي جامي دونك نبداو تحب على الزيت تبدا بالزبده الزبده تفضل وعطيني كويير كويير اللي هي حطب كويير حطب فوالا الكويير حطب اي نعم سيدي الوغ كيما تعرف كي نستعملو السمن ولا نستعملو الزبده توجور نديرو شويه زيت باش ما تحرقش اي بيه اوكي مالا دونك كيما قلت لكم كي نحطوا السمن ولا الزبده نحطوا شويه نكتا زيت شفت كيف تاكلوا بلاش مش كيما اللي عندي انا خليني مرحبا بك مرحبا بك ما تكترش باسكو عندك الغنمي عندي الغنمي
عندي الغنم ربي فيه انا ولدي. خالي هذاك خالي مولود 1874 هذاك اللي تشوف فيه يظهر رقيق ضعيف هذاك هذاك يظهر صغير ما يكبرش اللطف هذوك مينانوس يتسموه مينانوس من 1847 تشوفه من بعد توجي وديما يهز ويصبط في الكلام فهمت يحس روحه صغير ويحس اللي انا ابوه وساعات يحسني امه سبحان الله سبحان الله واحد شي يقول سبحان الله الله حنا الحمد قطعهم تي مخصوة اي بارك يا صاحبي شنو تبدلها الفوخر نبدلها الفوخر اوكي نبدلها الفوخر اللي تقولي علينا انا تفضل لا والله شعره لا تشوشط هو تشوشط شوية هلا بدك ندير اللحم تاعي اي في الزبدة وفي الزيت بعد ما عملنا اللحم شنو نعمل بعد؟ يتقلى مليح اي داكوغ بعد ما تقلى نزيدوا البصل نزيدوا البصل انتم شنو شروطكم؟ ما عندناش شروط لهنا لحظة بالله كمل معناتها حتى شروط حتى لا ذهب لا فضة لا 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 هذوك باينين لازم تبعوا واش قال الله والرسول يعني ما بعد صلي وسلم على سيدنا محمد الله من بعد ما تقلى اي ندير الحميصة ديري الحميصة ما ديرش بزاف باهي هي الحميصة في الشربة خبي الغدوة اي خبي الغدوة حافقة وخبي الغدوة ها هي على يدي الحج سردية ما سألتنيش فاش نخدم ما سألتش إيه زاد تسأل عليا كيما أنا سألت عليك زاد تسقسي عليا هيا قول لي واش تعمل أنا رئيس مدير عام عندي شركات تاع أمبور إكسبور أهي بارك نصدر ونورد لا يبارك ما نقعدش في تونس 30,000 دولار ناخذ ان شاء الله سبحان الله لا يبارك ليه بخالي عندي خالي هذا اللي يبيع عنده زهايمر فهمت ديما في الخارج ديما عمري ما نقعد الا في رمضان نحب ديما نقعد في الدار سلام عليكم وي الو ندير الحشيش ندير الحشيش لا وقت الحشيش نخليه هاك ما عندكش باش ما تقصش تحب تقص لا لا خليه هاك حطك لا خير شنو هي؟ هذا الدوكيومنتير هذا كنا نفرجوا فيه الحشيش ناكلوا فيه تو هكا لا لا تنحيه من بعد هذا اللي يقعد تقصوا لا تحطينا الحشيش هكا يظل من بعد يتنحاو ما تنحاه مانيش حطيتهم من الاول لا لا مش تفهم وراه هكا مانيش فاهم مش رجعك لدار بوك لا 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 نتفاهموا تنحى هكذاك باش ما تكترش الشربة تاعك بالحشيش صح روح بعد دوك شاني ندير دوك نحطو لا بوم دو تير حطي ولا عمي ربستيني توا ما طلعتي لي زبل الراسي حطي الحشيش صح وجد لي الماء ها وجد لي الماء الماء تحب الماء اه الماء ما سخون اي ما سخون اما وصفش نصبو انا الماء سخون غير عندي خالي هو كان مغروم برولون كاروس هذاك خالي تشوف مازال واش دبر معناتها القمصان ما قلت لك فاقد الذاكره يلعب بيه في رولون كاروس القمصان الواحد معناتها ما خلى لي شيء في الدار الحمد لله معليش قلت لك تديهم اجر انت وين تسكن في الجزائر؟ احنا ان بو باختو اللهم صل على النبي يا سلام لا لا انت داركم وين؟ دارنا بجهة بوسماعيل في جهة بوسماعيل على وسط البحر في بوسماعيل بالحق تسكن؟ اه روعك بوسماعيل قسما بالله لا نعرفها وكبرت في لاكولون 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 فاغول جاية تحت حيدرة تحت حيدرة بالضبط وعشنا قنيت في رغاية وعشنا في مليانة عشنا في مدية عشنا بابارتو بوك كان معتمد خاطر تدوروا من بلاصة بوك اش كان يخدم؟ لا 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 توجور ايتي في الكوميرس الكوميرس معناتها تتنقلوا مع الوالد اسمعني قداش يقعد يتقلى هذايا خلاص هكا لازم مازال شفت بلي مازال ما دات شي زيبيس لا لا نحن نعرف ما هو ثم ناس يتفرجوا فينا لازم يعرف قداش يقعد يتقلى لا لا لو طون شوف كيفاش يتقلى ايه خمسة دقائق 10 مينوت اعزائي المشاهدين 10 مينوت خلينا نرجع نشوف اموري 10 مينوت الشاء
شاف جعفور قال لي لا تتقلق ودوك زيد لها طومات كونسنتري طومات كونسنتري معناتها كيما كونسنتري مركزه معجون طماطم معجون طماطم هي ثم طماطم مركزه وثم طماطم ماهمش شويه وعلى بالك باللي لازم لا طومات كونسنتري تتقلى تما ودي تكون عندها بنه ايه لازم تتقلى عطيني شويه سكر باش نحي لاسيديتي نعطيك شويه سكر توتسو انا وقت اللي ان شاء الله باش نعرس خاطر لازمني نعرس خاطر قعدت وحدي سي نورمال سي نورمال انا ماذا بيا الزوجه ديالي ما تعمل والو انا راني صايب انا في الكوجينه وهي تخدم برا وتريقلي هذا من فهمت لا يعطيك على حسب قلبك كما نقولوا حنا لي زاجيريان اش تقولوا لا يعطيك على حسب قلبك ان شاء الله والله الامور بدات تلحم ان شاء الله دوك يتقلاو كامل نضروا لي زيبيس لي زيبيس باسكو كان درتهم مع الاول اللحم تاعنا واش يصرى له واش يصرى له يدخلش فيه الطياب ما يدخلش فيه الطياب هكذا يدخل فيه الطياب ويجي يدوب في الفم صحيت اش نعملوا تو نذوب الملح باش تخرجيني من الكوجينه غادي زيدي اقعد لي الكوجينه غادي نشب غادي هاني غادي انا كتعبي صح كي نقول لك زعما تعرفهم نعرفهم بيان سور صحيت بيان سور ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر احنا راهو فهمت الملح عطيني فلفل كحل فلفل كحل وجد لا مش فاهم الموضوع صح عطيني العكري نسيت صحيت بجربي هو العكري وي الاولاد بربي تكسي التصفيق عاد بجربي والله العكري اسمه العكري فلفل ما تقولوا العكري صلى الله عليه العكري الفلفل الاحمر في الجزائر اسمه العكري عطيني شويه كركم كركم عاد هذه عاد بارتو دون لو مود حتى في الكركم وعطيني راس الحانوت راس الحم راس الحانوت راس الحانوت لازم نعيط لزياد خالي هذا راس الحانوت راس الحانوت نورمالمون هو صحيت هذا ما نختلفوش على بعضنا برشا احنا نقولوا التابل والكرويه اه ماشي كيف كي احنا كرويه بوحدها اه واعطيني دوكا دوكا نعناع فوالا بيابس اه برشا والله برشا في تونس يطيبوا بالنعناع يعمل ريحه فاوحه وما تتكلمش يا سريطة والله الله مصلي يعني بسيلونسيو كل ما حياتي تفضل يا عيشك وتفور الخليق وتفضل ان شاء الله فهمت قلت لك نعملوا فرح بالزازه ان شاء الله نعملوا عرس ومستح كي زمان كي زمان ايه ودوك نستعمل طماطم طماطم لا اخترت لي فيها الثوم باسكو هذه بالحق نديرو لها شويه فيها ثوم فيها ثوم او على بيدي ما نعرفش هذه فيها ثوم معنا دونك الشوربه نتاعنا تويكا المكونات الكل حاضره تتقلى شويه لا طوماط ايه نديروها الماء نغطيوها نغطيوها ان شاء الله صحيت وراي نغطيوها تسموها ذا خطيوه خطيوه الف الف خطوه نخطيوه الف تنقيزه ونخطيوه ونخطيوه ذي هادي عمرها بالماء عمرها بالماء لا هذا مسلسل ديني الوديان هذا يا خويا نعمرها بالماء حط عليه شو تعملي بيها تو هذي كيف تشوف عندنا لسان الطير عندنا لسان الطير اي باش يتلقى نقوف الشربه تاعنا ونغليوه تسطيوه بس هو كان نرميه ديريكتومون هكذاك الشربة تاعي ما تخلاص تولي ماشي شربة تعجن واو الشيف جعفور